شيخنا، هل صحيح أن الشيخ الغلو أعطى فتوى بعدم تقليد؟ لا عزيزي، هذه فتوى مزورة. كل من يقول بأن الشيخ الغروي أفتى بعدم جواز تقليد السيد السيستاني، هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام إما مغفل أو كاذب. لماذا؟ لأنه أساسا هذه الفتوى هي تكذب نفسها. أولا، مكتوب بالفتوى بأنها عن طريق النت، والشيخ الغروي توفي عام 1998، كان العراق ما بي نت أصلا. وثالثا، نص الفتوى يقول، ذكرنا مرارا، ومعنى ذكرنا مرارا بأن هذه الفتوى هي الرابعة، لأن كلمة مرارا جمع، فتكون ثلاثة على أقل تقدير، فتكون هاي الفتوى الرابعة. ومن الذي أفتى على عن عن على بعض الشخصيات فتاوى متعددة؟ هو الشيخ التبريزي ضد السيد فضل الله، وهذه هي فتوى الشيخ التبريزي ضد السيد محمد حسين فضل الله. والواضحة القضية جدا، وعلاقة الشيخ الغروي بالسيد السيستاني، حتى استشهاد الشيخ كانت علاقة مميزة. والسيد السيستاني عندما استشهد الشيخ الغروي ما فتح باب البراني، ما فتح باب البراني إلا بعد التي ولتيها. حتى أن الأمن الصدامي جاء وحاول أن يبرئ نفسه، والتقى ببعض الطلبة وتحدث معهم في الشارع العام، إنه إحنا ما لنا علاقة بهذه القضية، صدقونا إحنا ما لنا علاقة، السيد المرجع ليش ساد الباب مالته، إحنا شنو علاقنا، ترى إحنا ما لنا علاقة، هاي الحوادث صارت من دون علمنا. هسه هكذا كانوا يقولون.